جون 2013 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال 39. السؤال هنا يا جماعه بيتكلم عن ايه؟ تعالوا نشوف. ده سؤال هاف لايف. بيقول لي the graph shows how the count rate on a detector due to radioactive source changes with time. What is the count rate بعد 5 ساعات؟ طب ركز معايا بقى. ركز معايا ان at time 0 كان 4800. نزل النص بعد ساعة، إذا الهاف لايف بساعة، يبقى يا جماعة كان 4800، بعد ساعة بقى النص، إذا الـ 1 أور ده يا جماعة هو الهاف لايف. ليه؟ لأن قوة الراديشن قلت النص خلال ساعة، الكلام ده معناه إيه؟ معناه يا جماعة إن كمان ساعة الـ 2400 هتبقى 1200. معناه ان كمان ساعة قوة الراديشن بدل 1200 تبقى 600، وكمان ساعة قوة الراديشن 600 هتبقى 300، وكمان ساعة 300 هتبقى 150. ادي 1 2 3 4، ادي 5 ساعات. اذا بعد 5 ساعات يا جماعة هتكون قراءة الديتكتور 150 counts per minute. الكلام ده اكتشفناه ازاي؟ ان احنا من الاول خالص قدرنا نستنتج ان الهاف لايف ب 1 اور، يعني كل 1 اور الاكتيفيتي هتقل النص. دي اجابه هذا السؤال الجميل.